ديسنت موال. جوهر الكلام تعابير ألفاظ وأدب اللغة الأمازيغية في 15 دقيقة. اصبروا معنا واسمعوا لنا كل يوم. أهلين، السلام عليكم، مساء الخير عليكم. طبعا مساء الخير عليكم للي قاعدين في ليبيا، لكن اللي قاعدين يسمعوا فينا عبر الانترنت موقع www.awal.ly صباح ربما يكون عندكم صباح الخير. أهلا بكم في برنامجنا الجديد، برنامج ديسنت نووال. أول أنتم سمعتوها في اسم الراديو مدانا اللي هو راديو أول، لكن ديسنت اللي ما يعرفوش اللغة الأمازيغية هي الملح. به علاش سمينا البرنامج متاعنا ديسنت نووال؟ ولا قبل ما نتكلم على سمينا برنامجنا هكي، شين بيكون البرنامج هذا وشين هو اللي بيقدمه؟ في البرنامج هذا حيهتم بدرجة أولى بالتعابير متاع اللغة الأمازيغية، بيهتم بالأمثال، بيهتم بالشعر، بالأدب الأمازيغي سواء الأدب القديم ولا الأدب الجديد، وكذلك وهو مهم لهالبناس أصول الكلمات في اللغة الأمازيغية ومنين جو والجذور متاعهم والتراكيب متاع الجمل والكلمات والآخرين. طيب هذا البرنامج متاعنا زي ما كنا بيتكلم عليه الأدب الأمازيغي سواء المكتوب بالأمازيغية أو المترجم إلى الأمازيغية. في ناس هلبة ما يعرفوش باللي مثلا رباعيات الخيام مترجمة إلى الأمازيغية ولا روميو وجولييت مترجمة إلى الأمازيغية، أو فيه أدب أمازيغي أصبح أدب عالمي زي روايات أبو مولود فرعون اللي هي مثلا رواية ميسنجوجي ابن اليتيم، أصبحت رواية عالمية مترجمة للغات كثيرة جدا، أو مثلا الأدب الأمازيغي اللي هو متاع الكوني ولا غيره من الكتب الآداب اللي هو ما ننسى يعني ربما يعني ليس الوقت لأن تترجم لأن نتحدث عنها الآن، ولكن الفكرة أن هذا البرنامج حيتكلم عن الحاجات هذه كلها، وهذا يعطينا مادة دسمة نتكلم عن الحاجات هذه كلها. لكن من دام احنا قلنا وبنعدوكم أن احنا نتكلموا عن التعبير الأمازيغية، خلينا نتكلموا عن التعبير اللي سمينا به البرنامج متاعنا، كلمة تيسنت نووال. تيسنت نووال كلمة تيسنت نفسها بمعنى الملح، تستخدم جميع أو أغلب لغات العالم، باش ما نقولوش يعني اسمها، في أغلب لغات العالم تستعمل بمعنى القيمة، بمعنى الحسن، بمعنى الجمال، بمعنى الندرة، بمعنى بمعاني كثيرة جدا، بل وصل أن هي تستعمل كمرادف للمال نفسه. فمثلا كلمة سالري في الإنجليزية، سالري في الإنجليزية أصلها ساليريوم باللغة اللاتينية، والتي تعني الملح حرفيا. لأن زمان في عهد الرومان كانوا يعطوا في الجنود متاعهم الفلوس ويضيفوا معاهم كجزء من المعاشات متاعهم الملح، فأصبحت تطلق كلمة سالري على المعاش نفسه، وربما تنسيت أو نسيت بين تاني الملح. بل في دارجتنا الليبية بل في الأمازيغية نفسها تستخدم كلمة الملح في أشياء كثيرة جدا من غير ما نشعره. فمثلا أشهر حاجة يقولوا فيها بالأمازيغية وهي موجودة في جميع التنوعات لكلمة ملح اللي هي كلمة فلستيسنت، فلان فلستيسنت، فلان طبعا بالعربية، لكن والدين فلستيسنت ولا أرجز والدين فلستيسنت ولا باسمه الشخص تقوله فلستيسنت. فلستيسنت بمعنى فيه ظرفة، فيه حسن. وكذلك المرأة العروسة مثلا يقولوا تاسلت فلستيسنت بمعنى عروسة جميلة، فتعني بمعنى النظارة والحسن والجمال، وتعني كذلك الأخلاق والظرفة وإلى آخره. طيب لكن كذلك الغريب أن هي تستخدم بمعنى السلبي كذلك. فمثلا الإنسان اللي هو يقولوا بالليبي بالدرجة الليبية نقولوا إحنا ما برده ولا مشناه، نقولوا بالأمازيغية الخوتي سنت نس، أطلق ملح أو كذا، فيقول هذا مشناه، يقول لك يرخوتي سنت نس. وكذلك الملح يستخدم في أشياء كثيرة جدا بمعنى مثلا الكلام، الحكم، لما يقولوا كلام فلان في حكمة في عند الأهالي جنوب المغرب اللي هم شلوح، يقولوا أوال زنتيسنت، هذا الكلام مثل الملح، يعني نادر وفيه حكمة وفيه جمال وفيه جمال أدبي طبعا والآخرين. فأول يقى أمتيسنت، أول جعل كالملح بحرفيا طبعا، ولكن المقصود به كلام حكمة.
مثلا الإنسان الحاضر في جميع المناسبات، تطلق إيجابيا وسلبيا هذه الجملة عند أهالي زوارة مثلا، يقولوا عن الفلان اللي يحضر ديما مثلا لما يكون فيه تويزة، ولا يقولوا احنا الرغاطة بالليبي اللي هي ترخات بالأمازيغية، طبعا كلمة ترغاطة أصلا أمازيغي، فيقولوا مثلا أمتي سنت نومنسي، أمتي سنت نومسي، يعني زي ملح العشاء ديما حاضر. مش في الدارجة الليبية الملح اللي ما ليش عفوا العشاء أو الأكل اللي ما ليش طعم ما فيش يبنى، يقولوا صامت، بمعنى هذا السلبي اللي هو ناقص ملح. حتى الكلام يقولوا كلامه صامت، ما برده كلامه صامت، كلامه ما فيش معنى. في الأمازيغية نفس الشيء يقال مثلا في الملح. الغريبة في الأمر نقول لكم لفظة أمازيغية غريبة جدا في تركيبها، الغذاء اللي ما ليش قيمة يقال عنه إلام، وكذلك الغذاء اللي ما فيش ملح لما يكون الأكل صامت ما فيش ملح يقولوا أوتيلام، يعني ما فيش ملح. وكذلك الفاضي الفارغ، الفراغ، يعني مثلا تمشي لحوش واحد تلقاه فاضي، مسافرين ولا هجروه ناس ولا كذا، يقولوا تدر تلام، يعني في دار فاضية. ولا مثلا يقولوا الحرف الصامت هذا اللي يجي بين الحروف في اللغة الأمازيغية اللي هو يقولوا له إيلم، أو أنا انشهر عند الطلبة باسم إيلم اللي هو الحرف يبان زي إي بالإنجليزية، هذا ما ليش أي قيمة في الأمازيغية إلا أنه يجيب بين حرفين مثلا تيللي اللام واللام يجي بيناتهم، ولا أوللي اللي هو نبات البحر أو قنديل البحر عفوا إلى آخره. إذن خلونا من كلمة صامت نرجع لتيسنت. بهي تيسنت عند أهل الغدامس لما يقولك فلان لا تعيره أهمية، يقولوا ولاستيق تيسنت، ولاستيق تيسنت، يعني لا تعطيه قيمة، هذا بمعنى الحرفي لا تعطيه قيمة، لا تعطيه ملح، لأن الملح يعتبر قيمة، لا تعيره أهمية. مثلا واحد يعجز في الناس يقولوا أوادمو يزاد تيسنت، يعني هذا الرجل يقول أو يعجز الناس. بهي علاش؟ لأن الملح ما يروحوش فيه، الملح يدقوا فيه، اللي يعرف الملح طبعا، احنا نلقوا فيه في باكوات ونمشي للسوق نلقوا فيه جاهز، لكن اللي يعرف الملح، الملح ما يدر تحاش، الملح يندق دقان. والحاجة اللي هي مستحيل حصولها في الأمازيغية، الحاجة اللي يستحيل حصولها ويستحيل وجودها يقولوا أم تكتش اغتيسنت، أو زون توكا اغتيسنت، يعني الدودة هل تعيش في الملح؟ مستحيل تعيش في الملح. فالحاجة اللي لا يمكن حصولها يقولوا أم تكتشا اكتيسنت. بهي طبعا يقولوا فيه في أمثال هلبة أو تعبير، مثلا نقولوا عن الرشوة، الرشوة يسموا فيها بالأمازيغية تيسنت نوفوس، وهذا التعبير موجود في مناطق متعددة من الأمازيغية، يقولوا تيسنت نوفوس، ولا يقاس تيسنت نوفوس، يعني أعطاه الرشوة، يشاس تيسنت نوفوس أعطاه الرشوة، يعني شوفوا الندرة. وطبعا الرشوة الآن كاترة في كل تكينة في كل وقت، لكن في عهود سابقة كانت الرشوة من العيب ومن العار وكذا، ندرتها ندرة الملح نفسه. الشخص الكذاب مثلا يقال عنه، يقولوا طبعا بتورية ما يقولوش كذاب أكركاس ولا كذا، لكن يقولوا إيم ناس تيوينت أفل تيسنت، أي جماعة أباري هيك يقولوا، يعني كلام ماليش معنى أو ماليش قيمة، بمعنى أنه كذب أو بهتان. مثلا الذي لا يعطي، الشخص اللي يعطي ما يملك لمن لا يملك يقولوا ويك لنتيسنت أوريلا. ولا مثلا ما تبيش جميل واحد، بهي يقولوا يدارة جنبة ولا تيسنت، يعني ما نبيش الملح متاعك، يعني ما نبيش جميلك، هذا معناها. على فكرة هذاك متاع أمت تاكتشك تيسنت، بمعنى زي عفوا ليات لا توكك تيسنت، سامحوني المثل أنا غلطت فيهم بكري، ليات لا توكك تيسنت، يعني ليات لا تاكتشك تيسنت، إذا كان وجدنا دودة عايشة في الملح معناه كلامك صح، هذا المقصود به. يعني مثلا اللي يدير في عمل ماليش قيمة يقولوا يكرز اكتيسنت، أم زند زند ممو يكرز اكتيسنت، يعني أم زي اللي يزرع في الملح، الملح ينزرع
بالعكس يفسد حتى الأرضية، بمعنى أنه يدير في حاجات ما لهاش قيمة، زي بالليبي يقولوا وأنا زي اللي يحلت في البحر، والبحر طبعا فيه الملح وأنا، ولهذا ما ينبت فيه شيء. مثلا شخص ترتاح له نفسك وتقول هذا الإنسان يعز علي، وتقول هذا الإنسان في كذا، فتقول إيلوتيسنت بمعنى يملك الملح. مثلا تكون مهذبا، لما تقول الإنسان يكون مهذب بس بطريقة مهذبة كذلك، تقول إيكتيسنت قواولنك، إيكتيسنت إيواولنك، عفوا إيكتيسنت إيواولنك، يعني أعطي قيمة لكلامك وما تتكلمش بأي كلام وما تلفظش بأي ألفاظ. مثلا الشخص إكرام الضيف، الكرم، حسن المعاشرة، يقولوا إزويرت تيسن دوامان، بمعنى أكرمهم بالملح والماء، فهذا من الإكرام. وهذا حتى في العربية يقولوا عيش وملح بيناتنا، عندنا أخوتنا في الشام وفي المناطق هذيك. العمل الناقص يقولوا جماعة الريف يخصص شوية تيسنت. مثلا الناس اللي ما عندهمش مبادئ، أو لما بتقول بالضبط باللغة العربية ذوي المبادئ قليلون في العالم، يقولوا تغلى تيسنت، ولا يجا أزلي تيسنت، عفوا إذا كان المثل هذا جبته صح يعني. باهي مثلا الشخص اللي ما يجيبش في الهدية معاه، باهي يقولوا أورديغا أقانتيسنت غوفوس، أورديغا أقانتيسنت غوفوس، هذه يقولوا فيها في الجنوب متاع المغرب، بمعنى لم يحضر حتى حبة ملح في يده، يعني ولي ويد أقانتيسنت غوفوسنس، باهي لم يأتي بهذه. يعني فيه أمثال كثيرة جدا. وكذلك الملح في الثقافة الأمازيغية يدخل، مثلا لما تقول اجعل بيننا حجاب، بيننا وبين الجد حجاب، مثلا تقورة، ولا مثلا لا مثلا ولي تنتلتي سنت. على أي حال الأمثال هذه كثيرة جدا، فيه يستخدم في أسماء المعادن، يستخدم في أسماء الأماكن، يستخدم مثلا عندنا في ليبيا منطقة يقولوا لها أمسين في جبل نافوسة، أمسين هو منجم الملح، يستخدم مثلا في أسماء المعادن، فيه نوع من المعادن أو الأحجار، هي معدن، المعدن أكثر منها حجر، يسموا فيه تيسنت نودادن أو داد، ولا أو الدان، تيسنت نودان أو الدان اللي هي يقولوا فيها الليبيين بمعنى الوعل، أو الدان والودان كلمة مزيغية اللي هو الوعل هذا. فيبدو أن هذا النوع من المعدن يلحس فيه الودان فيقولوا تيسنت نوداد، لأن فيه نوع من الملح فيدرمها. فالملح زي ما قلنا يعني فيه أمثال كثيرة جدا جدا. فعند أهالينا في موادي مزاب مثلا في جنوب المغرب يقولوا للإنسان المتدين واللي عليه نور وعليه ملاحة، يقولوا أحدان غرس تيسنت. إذن نعود لكم كل الكلام هذا أن الملح له قيمة، ولهذا سمينا به برنامجنا هذا. وتوقع في الحلقات الجاية أن احنا نجيب كلمات ونفصل أصولها ومنين جات والجذور متاعها والكلمات المشتركة في جميع التنوعات الأمازيغية، الكلمات المولدة، كيف يتم التوليد بمعنى خلق كلمات جديدة في اللغات، نتكلم على أمثال الشعبية، نتكلم على الأشعار، أوزان الأشعار. طب في ناس هلبا ما يعرفوش بأن في الأمازيغية فيه مقامات وفيه أوزان، وفيه طبعا الشعر الحداثي الحر، فيه يعني أشياء كثيرة 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 نغوص فيها مع بعضنا في عالم اللغة الأمازيغية. وبما أن الغوص غالبا يكون في الماء، نغوص مع تيسنت اللي هي الملح اللي موجود في الماء، اللي هو عفوا الماء المالح أو ماء البحر. تنميرتنون بالله اللي فاتت الحلقة أو جزء من الحلقة، ما تنسوش تمشوا للموقع متاعنا www.awal.ly. تنميرتنون، وإن شاء الله نشوفكم في حلقات جاية. وأرجوكم أي حاجة تشوفوها في الموقع أو ما تفهموهاش أو كذا أبعتوها، والحلقة اللي بعدها نشرحها لها. لما تبوا تعرفوا معنى كلمة، ولما تبوا تعرفوا أصول حاجة أبعتونا، وحني معاكم إن شاء الله وفي تواصل مع الجمهور متاعنا. تنميرتنون، شكرا لكم.